صادق، طاقة اسمك رقم 6، طبعه هوائي. برجك من خلال الاسم برج الثور، كوكبه الزهرة، يوم السعد الجمعة، الحجر الكريم الملائم الفيروز والزمرد. اللون المفضل الأزرق السماوي. السورة القرآنية المناسبة لك هي سورة التكوير. أنت إنسان ذكي، صبور، واثق من نفسك، هادئ، تتمتع بجاذبية وقبول بين الناس، بطيء باتخاذ القرارات، دقيق في إنجاز أعمالك، محظوظ في السفر. تعتبر المال هو أساس الاستقرار النفسي. عاطفي وغيور، شجاع وجريء، تهتم بتفاصيل الأمور، تقدم مساعدات كثيرة لكل من حولك. تحمل العناصر الأربعة في اسمك، مما يجعلك تتأقلم مع كل الأوضاع وتساير كل الأعمار. تتحمل مسؤولية صعبة منذ صغر سنك، وتصادف العديد من المشاكل والعراقيل. لديك سفر في حياتك، وقد يعود عليك بالكثير من الخير والفائدة. عاطفياً تواجه عدة مشاكل تعرقل سير حياتك العاطفية، وتتعرض للكثير من الانتقادات والمشاكل في العمل. تصادفك نكسة صحية. مبدع وماهر في عملك، إلا أنك تشعر دائماً بأن الحظ لا يخدمك. شديد الكرم، تملك حرف المال في اسمك، وإن شاء الله تعيش حياة سعيدة وكريمة. والله أعلم، والله الموفق.